سلام البنات، سلام على كل المشاهدين اللي كيشاهدونا فين ما كنتو. كنتمنى هذا الفيديو ان شاء الله يلقاكم في احسن الاحوال وصحه جيده يا رب. اليوم جيتكم بواحد الموضوع اللي انا سبق ليا صورته، ولكن هذه المره جاو فيه لوينات غزالين ما شاء الله، لون كاين السيفلون كيف ما تشوف معايا في الفيديو هذا. وعندي حتى واحد الموديل اخر اللي حتى هو جاو فيه لوينات غزالين. كنتمنى الفيديو ما يجيش طويل ونصور لكم الموديلات بجوج في الفيديو هذا، منهم هذا الموديل هذا اللي كيف ما كتشوفوا معايا اللي كيجي بحال هكا، كيجيو فيه هاد البندات الكحل ومبروزين. شوفوا معايا الالوان التناسق ديالهم، شي حاجه اللي غزاله غزاله بزاف، الزيتي مع الكحل مع هاد الغزال ديال وسقلي، شي حاجه اللي غزاله بزاف صراحه. موديل كيحمق هاد البنت، راه الطايب اكس ال. هانتوما شوفوا معايا في صاله مخزانيه، صاله مخزانيه البنات هادي كيف ما كتشوفوا كتيفات هابطين بحال هكا. شوفوا معايا الموديل كيجي طرز حتى في القب بحال هكا، غاديين بحال هكا سميطات. الموديل كان عليه اقبال، وكيف ما سبقت نقول لكم في الفيديوهات قبل الا كتوفروا عندي الوان جديده ملي كنبارطاجيها معكم عاد كنمشي للمحل كنحطهم. شوفوا معايا الخزي كيجي مع الكحل ومع هاد اللوينات، جاو الالوان متناسقين وجاو غزال صراحه. كيجي فيه شي حاجة في الجناب، شوفو معايا الطول ديالو، كيجي فيه شي حاجة في الجناب بحال هكا. شوفو معايا الفصالة كتجي يعني غزالة كيف ما كتعرفو، فصالة مخزنية كتجي مموية في اللبسة. كنتمنى الموديل ينال الإعجاب ديالكم، هاد اللوينات اللي عاد تشوفو معايا. ونخليكم البنات مع اللوينات اللي مازال في هذا الموديل هذا. شوفوا معايا البنات هذا الكري، كري غالق مع الكحل ومع هذاك التيرقوا مع واحد البيستاج، جو الالوان غزالين متناسقين الصراحه. شوفوا معايا كيحمق صراحه هاد اللوينات هادو، كيف قلت لكم لون كاين السيفلون. هذا البنات راه طاي ال، صاله مخزانيه كيف ما شفتوا معايا، كيجي هكا بالكحل هاد اللوينات هادو كيف ما شفتوا، كيجي القب غادي بهاد الباندا بحال هكايا كيف ما شفتوا معايا، العقدات هكا مسطوك صراحه. الموديل اكثر من رائع صراحه، كنشكر في الحاجه الا انها فعلا كتستحق. افتحات في الجناب توب، نقول لكم شعليه توب غزال ما كيتكملش مثلا شي حاجه، راني من المبراج كنلبسهم لكم. يسوي على التوب، راه التوب الكريب، كريب خفيف مناسب لهذا الصيف هذا خفيف. وكنبغي نشكر البنات اللي انضموا، يعني اي واحد انضم للقناه مؤخرا كنبغي نشكركم بزاف بزاف. وما تنساوناش بانكم ديروا لنا لايك وديروا لنا بارطاج مع العائله والاصحاب ديالكم وشي تعاليق زوينه. ونخليكم البنات مع باقي الالوان ديال هذا الموديل. وشوفوا معايا البنات هذا اللون هذا الزرق مع الكحل كيف جاج الصراحه غزال بزاف. كنتمنى يكون باين لكم اللون هذا، واحد الزرق اللي ما مطلش بزاف هذا الزرق هذا، يعني كنشوفو اكثر الشيبي بلوغوا هذا اللون هذا، ما الزرق هذا ماشي بزاف مطلي. نتمنى يبان لكم اللون مزيان. هذا البنات راه طاي ال، كيجي مخزانيه بحال هكايا، كيجي افتحات في الجناب، كتجي هابطة هكايا ضوا، الكتيفات كيجيو طايحين كيف ما كتشوفو، والتوب غزال ما عندي ما نقول فيه. هذه البنات راه طاي ال، وعندي العكس ديالها دابا هذا الزرق الارضيه، عندي العكس ديالها كحل وهنا الزرق. شوفوا معايا هي هذه كيف ما شفتوا معايا، هنايا الكحل الباندا كحله والثوب هو الزرق، هنا لا الزرق والكحل هو الارضيه كيف ما شفتوا معايا. هذه البنات ال، وهذه دوبل اكس لارج، كتجي مموية في اللبسة ديالها. تشوف ما عندي ما نقول فيه، شوفو كيفاش طايح الكريب اللي خفيف اللي تقدر تلبس في هاد الصهد هذا. كيجيو فتيحات في الجناب صغارين ماشي كبارين،
شوفوا الطريز اللي كاينه في هذا الكحل، هنا كاين الغوز و كيف ما شفتوا معايا، والتركوا والسقلي، هنا كاين الشويبه. شوفوا معايا، نتمنى يكون باين لكم الالوان، كنحاول نوضح لكم الالوان. نخليكم البنات مع البنات اللي مازال في هذا الموديل. شوفوا معايا البنات، هذا الغوز بيبي مع الكحل، جا غزال، الوان متناسقة كيف ما كتشوفوا معايا. مدخلين فيه هاد الخضيدار، واحد الحمر كرونة، والغوز بيبي، صراحة الوان متناسقة كيجيو هكا طريزة في القب كيف ما شفتوا معايا. هاد البنات راها طاي الال هاد البنات في صالون مخزنية كيف ما كتشوفوا معايا، كيجيو افتحات في الجناب، توب ما عندي ما نقول فيه الصراحة، غزال ما شاء الله. البنات هذا اخر لون اللي جاني في هذا الموديل هذا، ولا عاود تكرر عاود ثاني، راني غادي نبارطاجي لكم الالوان اللي فيه، ونخليكم مع الموديل الثاني الالوان اللي توفروا عندي حتى هما، غادي نصوروا لكم دابا. وهذا المكان، وما تنساوناش باللايكات وبالاشتراكات وبتعليق زوينه، وانا كنت بارطاجي مع الاهل والاصحاب ديالكم. شكرا لكم بزاف بزاف بزاف، ونخليكم مع الموديل الثاني. البنات الموديل اللي توفر عندي الولاد الجديده هو هذا البنات اللي كنت قلت لكم عليه، كيجي جلابه وكسيوه في نفس الوقت، كيجي طريزه هكايا في قدام كيف ما كتشوفوا، كيجيو الكميمات فيهم ليبلي بحال هكا، في صاله عاديه اللي صورت قبل في صاله مخزنيه، اللي في صاله عاديه كيجي هكايا في الصاله ديالو، وفي الطول كيجيو فيه هذوك الفريفيرات بحال شي كسيوه. شوفوا معايا كيجي كلها دايره بدوك الفريفيرات. هادي البنات لها الطاي الان، شوفوا معايا راه في الصوره ما واضحش مزيان، هذا راه الغوز غوز انديان مع الشعاع، وهذا مره كيعطي داك اللون مره لا، هذا الغوز انديان طاي الان صاله مخزنيه. شوفوا الطريزه عن قرب كتجي هكايا بداك السقلي، داك السقلي البرونز ماشي داك السقلي الصفر، السقلي البرونز اللي غادي البيج اللي انا دايره الشار ديالو. موديل غزال بزاف بزاف، كان عليه الطلب بزاف، حاولت نوفر فيه لوينات جديده قبيب، كيجي في صاله عاديه وكيجي في الطول ديالو هذوك الفريفيرات. ونخليكم البنات مع باقي الالوان ديال هذا الموديل هذا. شوفوا معايا البنات اللون الكحل، هذا البنات لها طاي الان في صاله عاديه ماشي مخزنيه، صاله عاديه طاي الان، الناس اللي سولوا على الطاي صغيره. هانتوما البنات فيها الكميمات بحال الكبلي بلي مجموعين، الخيطه ديالها والطرز ديالها كيجي بهذا اللون هذا، هذا اللون البرونز، الطريزه كتجي غزاله شي حاجه متقونه. وفي الطول ديالها كيف ما سبق شفتو معايا كيجي هادوك فريفيرات بحال هكا، كيجي الموديل غزال بزاف، كيجي كامل الفريفيرات كاملين ضايع في الطول ديالها كامل ضايع. كيف قلت لكم هاد الموديل كان عليه اقبال بزاف، وكنحاول في ما توفروا عندي فيه الوان جديده انا نبارطاجيها معكم. شفتوا معايا في الجلابة في الكسيوة، تيجيو عقيدات هكا يا نصطور، كيجيو هاد الطريزات بحال هكا غزالين بزاف بزاف. هذا كيف مشيو معايا اللون الكحل، ونخليكم البنات مع باقي الألوان ديال هاد الموديل. شوفوا معايا البنات هاد اللون هذا غزال حتى هو، ما هو كري ما هو داك الخضيضر، هذا واحد الخضيضر اللي شوية بحال خزي بحال، المهم غادي الخضوريه اللون هذا اللي ما مطليش بزاف. كما كتعرفوا الناس اذواق، كاين اللي كيبغي الالوان اللي تكون هي اللي دارجه في الموسم، يعني هي دارجه، كاين اللي ما كيبغيش الالوان اللي كتكون هي اللي دارجه، كيبغي الالوان تميز بها بوحديتو، ما كيبغيش الالوان اللي تكون مطليه. كنحاولوا حنايا نرضيو جميع الاذواق، يعني كنحاولوا صافي نرضيو جميع الاذواق. هذا البنات راه طاي الام، كتشوفوا معايا راه طاي الام، كلهم مخدومين بالبرونز اللي شفتوا معايا في الالوان اللي قبل،
هي كيجي فيها هذيك الفريفيرات. شوفوا معايا الموضوع غزال بزاف. كيف قلت لكم البنات هذه الطايل ام، وحتى السيدات اللي كتبغي مثلا شي لون وهو يا الطايل ال ولا هذا، راه ساهل انك تنقصي. ما كيديروش هنايا هذا بحال هذا الكابل هذا، ما كيديروش هنا على حسب، باش الا بغيتي تنقص تنقص يعني سنتيم هنا سنتيم هنا، يعني ما عنده باش يخسرها ولا تقول تمشي تخسر لي ولا شي حاجه، لا يعني ساهل انها تنقص. ونخليكم مع باقي الالوان ديال هذا الموديل. وشوفوا معايا البنات هذا اللون البيج، هذا اللون هذا غالق شويه على اللون اللي كنت صورت لكم في الفيديو اللي قبل ديال هذا الموديل. هذا هذا كان فاتح واحد الدرجه، هذا زايد عليه واحد الدرجه. طيب بحال غادي بحال غادي الكامل مع الاضاءه شويه كيمشي اللون شويه كيجي. هذه البنات راها طاي ام صاله عاديه كيف ما كتشوفوا معايا، كيجيو هكا كلمات بلي بلي بحال هكا كيجيو غزالين صراحه. موديل غزال كان عنده اقبال بزاف من يلاه صورته في الاول، وكنحاول في ما توفر في شي الوان نجيبهم. كنتمنى حتى نتوما اللي كيشوفوا اول مره الفيديو نال الاعجاب ديالكم. كيف ما كتشوفوا كيجي جليليبه وفي نفس الوقت كيجي كسيوة، كيجي غزال بزاف بزاف. شوفوا التناسق ديال هاد الالوان، هذا البرونز مع البيج، بس اللي كيبغوا الالوان فاتحه. ونخليكم البنات مع باقي الالوان ديال هاد الموديل هذا اللي غزالين بزاف. وشوفوا معايا البنات هاد اللون هذا اللي حتى هو غزال بزاف، شويبه كما كيبان لكم طايل ام، هذه مثلا طايل ام. شوفوا معايا الكريمات كيفاش كيجيو، كيف ما قلت لكم جليلي باك سيوا، عقيدات طريزات فريفيرات. شوفوا لي الطول، موديل كيجي غزال بزاف. كنتمنى الناس الجداد اللي كيشوفوا الفيديو اول مره ينال الاعجاب ديالهم، لانه فعلا هذا الموديل هذا كان عليه طلب بزاف، خصوصا فهاد الصيف هذا كنضرب بحال هاد الجليبات اللي تيكونوا كسيوات في نفس الوقت كيكونوا جليبات. كنتمنى على الاعجاب ديالكم. نخليكم مع اللون اللي مازال فهاد الموديل. وشوفوا معايا البنات هذا البلو مارين، ماشي بلو غواط، هذا بلو مارين غالق شويه على اللون اللي كنت صورت في الفيديو الاول، يعني اللي كان خاص بهذا الموديل هذا، هذا غالق عليه هذا بلو مارين. هذا البنات راها طايل ام، طاي صغيره، حاولت نوفر طاي صغيره لان بزاف البنات اللي كان عليهم طالب في هذا الموديل هذا، والطايل ال كانت جاتهم شويه كبيره وبقاو كينقصوا، حاولت نجيب طايل ام طاي صغيره في هذا الموديل. وكيف قلت لكم سبق قلت لكم راه ساهل يتنقص، راه كيف ما شفتوا ما كتكونش هذا الكابل هذا دايز على حسب باش الواحد ينقص، يعني سنتيم هنا سنتيم هنا صافي كتصغر الطاي كتولي طاي صغيره. موديل صراحه اكثر من رائع، نخليكم تشوفوا الطول ديالو. هذا البنات اخر لون اللي بقى لي في هذا الموديل هذا، وكيف ما كنقول لكم قبل جاني لونات اخرين من غير هاد اللوينات هاد اللي شفتو معايا، راني غادي نبارطاجيها معاكم. شوفوا معايا الموديل تيجي غزال، خصوصا هاد الكميمات هادو كيجيو بحال كسيوة، يعني جلابة كسيوة كيف سبق قلت لكم. وهذا ما كان البنات في هاد الفيديو هذا، كيف ما شفتو معايا جوج موديلات توفروا عندي فيهم لوينات جديدة كنت نبارطاجيها معاكم قبل ما نحطهم في المحل، باش حتى الناس اللي بعاد هكا باش من شي حاجة صيفطوا ليا في الواتساب على هذا الرقم اللي دايز في الفيديو. وشكرا لكم بزاف، شكرا الناس اللي تيدخلوا كون هاكا دخلوا عندنا ناس جدادين، شكرا لكم بزاف بزاف. ما تنساوناش بتعليق زوينه وبانكم تبارطاجيو حتى مع الاهل والاصحاب ديالكم، ودير معنا اشتراك في القناه والجرس باش يوصلكم كل جديد. وشكرا لكم بزاف بزاف.